بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمة السعادة أجمعين. أدخلنا في كل الأمور مدخل صدق، وأخرجنا من كل الأمور مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا وأهلينا وعلمائنا وآل بيت نبينا ومشايخهم وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب فتح القريب المجيب لابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. فصل في حجر السفيه والمفلس. في حجر السفيه والمفلس، يعني هذه زيادة من الشارح على كلام المصنف، لأن الحجر له أسباب غير السفه والإفلاس، ولكن يبدو هو اهتم بالسفيه والمفلس لأن لا يحجر عليهما إلا بحكم قاضي. أما بقية أنواع الحجر فيحجر عليها بغير حكم قاضي، كالصبي والمجنون وغير ذلك مما سوف نتكلم عليه. الحجر أصله في اللغة المنع، يقول والحجر لغة المنع. في حجر وفي حجر، حجر بالكسر له معاني كثيرة، لكن الحجر أصلا ليس له إلا معنى المنع، أما بالكسر فله معاني كثيرة، فهو لفظ مشترك يطلق على العقل مثلا، ويطلق على الفرس. الحجر يسمى اللي هو الفرس، ويطلق أيضا على حجر سيدنا إسماعيل هناك في الكعبة، ويطلق على حجر الثوب، يقول لك حطيت في حجري يعني حجر الثوب، ويطلق أيضا على حجر ثمود أصحاب الحجر، معروفة في القرآن الحجر اللي هو حجر ثمود، وكذلك يطلق على الكذب، فله معاني كثيرة، ويطلق على المنع أيضا كالفتح، الحجر والحجر بمعنى المنع، لكن اللي بالكسر هو اللي ليه معاني كثيرة. جمعهم بعضهم في قوله في شعر، يعني علشان يقول لك كل المعاني دي، ركبت حجرا وطفت البيت خلف الحجر. ركبت حجرا يعني ركبت فرسا، وطفت البيت خلف الحجر اللي هو حجر سيدنا إسماعيل، وحست حجرا عظيما ما دخلت الحجر. يبقى لأني عندي حجرا عظيما، أنا عقلا ما دخلت الحجر، يعني وأنا بطوف ما دخلش جوه الحجر، فحجر التانية دي مكررة لحجر إسماعيل. وحزت حجرا عظيما يعني عقلا عظيما، لله حجر منعني من دخول الحجر، لله منع، حجر بمعنى منع، منعني من دخول الحجر اللي هو حجر ثمود. ما قلت حجرا لو أعطيت ملء الحجر، ما قلت حجرا يعني كذبا، لو أعطيت ملء الحجر مثلا ذهبا
اللي هو حجر الثوب، فهم حاولوا يجمعوها يعني في بيتين شعر كتبهم الشيخ البيجوري في حاشيته، يعني عشان يبين لك ان المعنى هنا معنى واسع، بمعنى الحجر بمعنى الكسر بكسر الحاء يعني. أما هنا الحجر فهو لغة المنع، لكن شرعا له معنى تاني، منع التصرف في المال، مش أي منع. يبقى الحجر في الشرع هو منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق، فينفذ مثلا الطلاق من السفيه، ومثله المريض، ومثله المفلس، ومثله العبد، يعني يصح منهم الطلاق. لكن وإن كانوا المريض مرض يفضي إلى الموت محجور عليه حجر جزئي فيما زاد عن ثلث ماله، وكذلك المفلس محجور عليه في التصرف في المال لكن مش في سائر التصرفات، فلو طلق يقع طلاق، ولو خالع يقع خلعه، ولو ظاهر يقع ظهاره، وكذلك لو أقر بإقرار مثلا يوجب عقوبة يؤخذ بإقراره. يبقى هنا علشان كده بيقول شرعا منع التصرف في المال بخلاف التصرف في غيره كالطلاق فينفذ من السفيه، وقلنا من السفيه ومن المريض مرض الوفاة كذلك ينفذ منه الطلاق، والمفلس والعبد وغير ذلك. الحجر عموما نوعان باعتبار يعني ما يعني حكمته. طب ليه انا امنع انسان من التصرف في ماله؟ اما بمنعه من التصرف في ماله لمصلحه نفسه او لمصلحه غيره. همنعه بمصلحه نفسه اذا كان صبيا او مجنونا او سفيها، مش كده برضه؟ يبقى الحجر على الصبي والمجنون والسفيه بيبقى غالبا لمصلحته حتى لا يسيء استخدام مال نفسه. في حجر تاني لمصلحة الغير، وإن كان لا يخلو في مصلحة الغير إلى مصلحة برضه الشخص نفسه، لكن غالبا ننظر لمصلحة الغير، زي الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، وكذلك المريض مرض وفاه لمصلحة الورثة عشان ما يجيش في مرض وفاته يتصرف في كل ماله ويضر الورثة، وكذلك الحجر على العبد لمصلحة سيده، وعلى الراهن لمصلحة المرتهن. احنا لما اتكلمنا عن الرهن احنا قلنا بنحجر عليه التصرف في المرهون، مش كده برضو؟ طب لمصلحة ليه؟ مصلحة المرتهن. وكذلك بنحجر على المرتد لمصلحة ايه؟ لمصلحة المسلمين، لأنه لو مات على ردته آل ماله لبيت مال المسلمين فيئا، وبالتالي أنا بحجر على المرتد لمصلحة المسلمين، فإن عاد إلى الإسلام عاد إليه ماله، وإن لم يعود للإسلام ومات ماله يروح لبيت مال المسلمين فيئا. يبقى إيه؟ الحجر نوعان، نوع لمصلحة المحجور عليه ونوع لمصلحة الغير. لمصلحة المحجور عليه مثاله الحجر على الصبي والمجنون والسفيه، ولمصلحة الغير الحجر على المفلس لمصلحة الغرماء، والحجر على المريض مرض الوفاة لمصلحة الورثة، والحجر على العبد لمصلحة سيده، والحجر على المرتد لمصلحة المسلمين، والحجر على الراهن لمصلحة المرتهن. ونماذجها كثيرة، وبنحجر حتى على البائع، لان انواع المحجور عليهم كتيرة. هو هنا اكتفى بستة لكن ده كتير، ده بعضهم الازرعي وصلهم 70 مثلا، الامام الازرعي، فهو انواع كتير. يعني البائع لما بيكون باع للمشتري وانعقد العقد وتم بإيجاب وقبول واتفاق، محجور عليه انه يبيع البيعة دي تاني قبل ان يسلمها للمشتري، فده نوع من الحجر لمصلحه المشتري. يعني في نماذج كثيره للحجر موجوده في الشرع الشريف. على اي حال
جعل المصنف الحجر على 6 من الاشخاص اختارهم يعني كده على اساس نماذج للمحجور عليهم وليسوا على سبيل الحصر، لان احنا عندنا كتاب غايه الغايه التقريب للقاضي ابي شجاع مقصده الاختصار اساسا، يسموه غايه الاختصار وليس على التفصيل. وجعل المصنف الحجر على 6 من الاشخاص الصبي والمجنون والسفيه. قبل ما نخش على 6، الحجر هل جاء في القرآن؟ هل ورد الحجر في القرآن يعني؟ من حيث الأصل بقى، من الأصل في المسألة لازم تبحث، هل ورد في القرآن ما يدل على الحجر؟ وهل ورد في السنة ما يدل على الحجر أم لا؟ عشان نشوف الدليل يعني. ورد في القرآن في آية الدين بيقول ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ فان كان الذي على الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليبلع. فان كان الذي عليه الحق سفيها، ادي السفه، او ضعيفا يعني صبي، او لا يستطيع ان يمل، الامام الشافعي قال يعني مجنون مغلوب العقل، فجاب لك ايه؟ الصبي اللي هو الضعيف زي الصبي وزي المريض مرض الوفاة، او لا يستطيع ان يمل يعني مغلوب العقل يعني مجنون كويس، او سفيه يعني يسيء التصرف، فليملل وليه بالعدل. يبقى وليه اصبح هو الحجر عليه ويتصرف بالنيابة عنه، واضح؟ فدي مثلا في آية الدين ورد ما يدل على الحجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحد الصحابة كان دبر عبدا له دبر موته، يعني وعده بالعتق دبر موته، وكان عليه دين، فالنبي حجر عليه وباع العبد وسدد الدين، واضح؟ فيبقى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وجاء القرآن بدليلها، وهي تحقق مقصود الشرع من المحافظة على مال الضعيف ومن المحافظة على مال الغير كالغريم وكالورثة في الأمثلة التي قلنا فيها. وجعل المصنف الحجر على 6 من الأشخاص الصبي والمجنون والسفيه. إيه هو السفيه؟ فسره المصنف بقول المبذر لماله، أي يصرفه في غير مصارفه، يعني يصرف المال في غير المصارف المعتادة، يعني يبيع مثلا بيته اللي ثمنه 1,000,000 جنيه يروح يبيعه بألف جنيه، ده يبقى سفيه؟ ده مينفعش. او يجي مثلا يشتري حاجة ثمنها 10 جنيه يروح دافع فيها 1,000 جنيه، طب هي ثمنها 10 جنيه، عايز تكرم حتى الراجل اديله 15، اديله 20، انما تديله 1,000 وهي حاجة ب10، يبقى ده بقى ايه؟ يعني بيسيء التصرف في ماله، ساعتها يحجر عليه لمصلحته هو نفسه، واضح؟ المبذر لماله اي يصرفه في غير مصرفه. الفقهاء ما يميزوش بين المسرف الاسراف وبين التبذير، كله حاجه واحده. وبعض الفقهاء ميزوا قالوا ان المبذر هو الذي ينفق ماله في المحرمات، والمسرف هو الذي ينفق ماله بغير ضابط وبغير حكمة ولكن في المكروهات أو المباحات. يعني إذا قلنا أن التدخين حرام وهو بيدخن، يبقى ده في عرف الشرع يعتبر مبذر أو مسرف. إذا قلنا أنه مكروه، زمان كانوا بيقولوا عليه مكروه، الوقت بيقولوا عليه حرام. ليه بيقولوا عليه حرام الوقت؟ لأنه تيقن الضرر منه. كان الأول الضرر منه مظنون الضرر، فلما كان الضرر مظنون غير متيقن قالوا عليه مكروه، لما صار الضرر متيقن انقلب الحكم من الكراهة إلى التحريم. فيبقى اللي بيشرب مدخن ده يبقى بين التبذير والإسراف، واخد بالك؟ على أي حال هنا بيقول إيه السفيه اللي هو تعريفه إيه؟ المبذر لماله، أي يصرفه في غير مصارفه. والمفلس
لغة من صار ماله فلوسا. أصل الفلوس كانت عملات معمولة من النحاس والبرونز، يعني زي ما تقول كسر الدينار وكسر الدرهم، فكانوا يدوله ساعات عملة كده برونزية ملاش معنى اسمها فلس. فأصبح اللي ماله فلوس دي من الأفلاس دي يعتبر مفلس، لأنه لا معاه ذهب ولا فضة. ثم أطلقت بعد ذلك على من لا يملك مال أصلا حتى، فصارت مفلس جاية من الإيه؟ من الفلس، والفلس جاية من الفلس اللي هو المال الذي لا قيمة له. والمفلس وهو لغة من صار ماله فلوسا ثم كني به عن قلة المال أو عدمه. وشرعا إيه هو المفلس الشرع بقى؟ في الشرع هو الشخص الذي ارتكبته الديون، يقصد بها الديون الحالة مش الديون الآجلة. يبقى الديون الحالة جاء وقت سدادها وهو لا يستطيع سدادها، ليس عنده ما يوفيها، يبقى اسمه مفلس في الشرع. لكن أنا مديون ومعيش قيمة الدين ده، لكن الدين ده هيجي معاده بعد 10 سنين، يبقى أنا مش مفلس. هيجي بعد 2 سنين، يبقى أنا مش مفلس. عشان أبقى مفلس شرعا يكون الدين حال وليس عندي ما أسدده. أما الديون الآجلة فلا تحتاج إلى حجر طالما لم يأتي موعد. واضح؟ يبقى هنا الذي ارتكبته الديون، أي الديون الحالة واللازمة لآدمي، كمان تكون حالة يعني حل موعدها وتكون لازمة لآدمي. فلو كانت الديون دي متعلقة بالله عز وجل ما يعتبرش مفلس شرعا، يحجر عليه، يعني عليه مال زكاة، واخد بالك، دين عليه من أموال الزكاة، لكنه لم يخرجها وصار ليس عنده سيولة يخرجها، فبقى دين في ذمتي، بس ده ذمته لله. يبقى ليس هو مفلس بالمعنى الشرعي اللي هو يوجب الحجر عليه. واخد بالك؟ عليه كفارة، إطعام 60 مسكين مثلا، ولا يملك إنه يطعم 60 مسكين، فلا يسمى مفلس شرعا. واضح؟ ليه؟ لأن الحق هذا الحق تعلق بالله ولم يتعلق لأدم. فعلشان يكون مفلس شرعا يحجر عليه لابد أن يكون ارتكبته الديون الحالة لإخراج الآجلة، وأن تكون هذه الديون لآدمي. واضح؟ عشان نقول ده مفلس يحتاج أن احنا، ويكون كمان أن الديون دي ماله كله لا يفي بها، يعني أكتر من ماله، عشان نقول عليه مفلس. لكن افرض ماله يفي بها أو يساويها أو أزيد منها، ما يبقاش مفلس. فهمت بقى؟ يبقى لازم علشان نعرف القيود بتاعة المفلس اللي هو ساعتها نرفع عليه قضية حجر بسبب الفلس. يقوم القاضي يحكم عليه، القاضي يحكم عليه لما يشوف الديون الآجلة والديون العاجلة. العاجلة هي اللي تخليه يحكم بالفلس، فيشوف الديون العاجلة قد إيه، وهل هي لآدمي ولا لغير آدمي، وهل ماله يفي بها أو لا يفي بها. فلو وجدها ان هي تساوي ماله ما يحكمش عليه بالحجر، بل يبيع ماله يسدد ديونه خلاص. لو هي ازيد من ماله هياخد جزء من ماله يسدد بالديون ويقول له خليك زي ما انت كويس. لكن لو لقاها اقل من ماله يبقى انا يحجر عليه بقى، يحجر عليه من اجل الافلاس. يبقى شرعا المفلس هو الذي ارتكبته الديون، وعرفنا ايه قيود الديون، لازم تكون ديون حالة ولآدمي وإيه وماله لا يفي بها. ولا يفي ماله بدينه أو ديونه. يبقى فلا حجر بالديون المساوية لماله أو الناقصة عن ماله، ولا حجر أيضا للديون الآجلة. ثم يتكلم بعد ذلك عن المريض. مين المريض اللي بيحجر عليه؟ مش أي مريض، لازم يكون مرضه المخوف عليه من مرضه، يعني مرض مخوف، يعني قد يؤدي إلى الوفاة في الغالب العام. يعني أصيب بمرض ودخل العناية المركزة، الله أعلم بقى هيطلع ولا مش هيطلع، ده يوم يجي الشرع الشريف يحكر على تصرفاته التي تزيد عن حدود ثلث تركته. ليه؟ حتى لا يضر بالورثة. طب افرض وتصرف في أكثر من الثلث،
في مرض مخوف ثم شفي منه ينعقد تصرفه، ينعقد تصرفه. واضح؟ يبقى لابد علشان احجر عليه يكون مرض اشفى الى الموت، يعني انتهى به الى الموت. فنيجي تشوف تصرفاته في حال مرضه الذي انتهى به الى الموت ده، تصرف في حدود ثلث تركته نمشي تصرفه، ازيد من ثلث التركه نوقف التصرف فيها حتى يجيز الورثه، فان اجازوا الورثه خير، ما لم يجيزوا الورثه نلغي ونخليها في الثلث فقط. واضح؟ يبقى المريض وليس اي مرض، قلنا المخوف عليه من مرض، يعني المخوف عليه من مرضه ان ينتهي به الى الوفاه. والحجر عليه هل في كل ماله؟ لا، فيما زاد عن الثلث، فيما زاد على الثلث، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوصيه الثلث والثلث كثير، يبقى اقصى حاجه هي الثلث. وهو ثلث التركه لاجل حق الورثه. والحجر عليه فيما زاد على الثلث. وهو ثلث التركه لاجل حق الورثه. يعني كان احنا حجرنا على تلتين التركه ما يتصرفش فيه، وسبنا له تلت يتصرف فيه. عايز يتصدق يعمل حاجه يسدد بعض ديونه في حدود الثلث. طب قلنا لك اتصرف في اكثر من الثلث او في كل ماله ثم شفي، يبقى تصرفه صحيح. واضح؟ طيب لم يشفى ومات، نقوم ايه؟ ننفذ تصرفاته في حدود الثلث والباقي نستأذن الورثه. ايه رايكم؟ ننفذ كله ولا لا؟ الورثه اجازوه خلاص، تنازلوا. لم يجزوه ياخدوا التلتين يقسموه عليه. فهمت المساله؟ والمريض المخوف عليه من مرضه والحجر عليه فيما زاد على الثلث وهو ثلث التركه لاجل حق الورثه، هذا ان لم يكن على المريض دين. طبعا الدين يقدم، فان كان عليه دين يستغرق تركته، حجر عليه في الثلث وما زاد عليه. طالما عنده دين يستغرق كل التركه يبقى خلاص ناخد التركه نحطها في الدين. طب والورثه؟ مش هياخدوا حاجه خلاص، مات ولم يترك شيء، لان الدين يقدم، لان احنا قلنا الارث هو بعد اخذ الديون والوصيه وتكاليف الجنازه، اللي يتبقى بعد ده كله نقول عليه ارث يوزع. طب افرض الحاجات دي استغرقت التركه، يبقى لم يترك ارثا. واضح؟ والعبد، ما احنا قلنا ايه؟ الصبي والمجنون والسفيه وايه تاني؟ والمفلس والمريض والسادس العبد، مش كده برضو الانواع اللي هو عايز يتكلم عليهم؟ والعبد الذي لم يؤذن له في التجاره، ده برضو محجور عليه. ما هو احنا بنتكلم على موجود قدامنا. المرتد ده انا جايبه لكم في الشرح، ده انا قلته انا في الشرح، لكن الشيخ هنا مش جايبه على اساس الاختصار. كويس؟ والعبد الذي لم يؤذن له في التجاره فلا يصح تصرفه بغير اذن سيده. تصرفات العبد تقسمها ثلاث اقسام، الاول عشان تفهم تصرفات العبد اللي هو الرقيق سواء كان ذكر او انثى. يبقى العبد هنا بمعنى الرقيق سواء كان ذكرا او انثى. تصرفاته ثلاث انواع، تصرفات باذن سيده فتصح في المعاملات طالما اذن له سيده، في المعاملات بس. تصرفات بغير اذن سيده فلا تصح الا في العبادات، يعني العبادات مش محتاجه اذن من سيده، الصلاه الصيام مش كده برضه، مطلق ذكر الله مطلق العبادة، فدي لا يحتاج. يبقى في قسم يصح ولو بغير إذن السيد، دي في العبادات، وجزء من التصرفات يصح بإذن السيد ودي في المعاملات، وجزء لا يصح مطلقا سواء بإذن السيد أو بغير إذنه وهو في الولايات فلا يتولى أي ولاية.
العبد. يبقى تصرفات العبد ثلاث انواع، نوع يصح باذن، ونوع يصح بغير اذن، ونوع لا يصح مطلقا. النوع اللي يصح باذن اللي هي في المعاملات، وده اللي بيبقى ايه الحجر عليه، واخد بالك؟ اللي يصح باذن ده يصح خلاص. طب بغير اذن نحجر عليه بقى، هيتصرف بغير اذن سيده وبنحجر عليه نمنعه، واضح؟ وفي بقى نوع تاني لا يصح مطلقا حتى ولو اذن السيد، وده في ايه؟ في الولايات. ما هو المطلقا ده في الولايات بس، يعني ما ينفعش يتولى ولاية معينة. عشان كده انت سمعت عن حكم المماليك، والعز بن عبد السلام قال ما ينفعوش يحكموا البلاد لانهم ما ينفعوش يبقوا في الولايات وهم عبيد، فلابد انهم يبيعوا نفسهم الاول وبعدين يحررهم، وبعد ما يبقوا احرار تصح ولايته، مش كده؟ برضو قصة معروفة بتاع سيدنا العز بن عبد السلام مع مماليك مصر. فلا تنعقد لهم الولايات اصلا، لا يصح الولايات لهم. يبقى هنا بيتكلم على العبد الذي لم يؤذن له في التجارة، لان معناه ان الذي يؤذن له في التجارة لا حجر عليه. يبقى الذي لم يؤذن له في التجارة ده نوع من العبيد اللي يحجر عليه، فلا يصح تصرفه بغير اذن سيده. وسكت المصنف عن اشياء من الحجر مذكورة في المطولات، منها الحجر على المرتد لحق المسلمين. لو واحد مسلم ارتد والعياذ بالله، نسأل الله ان يثبتنا حتى نلقاه. وممكن يكون اللي ارتد ده راجل من رجال الاعمال غني جدا، عنده اموال طائله، واحنا عارفين انه لو ارتد ما حدش هيورثه من المسلمين، واخد بالك؟ لان موانع الارث ثلاثه، القتل واختلاف الدين والرق، دي موانع الارث. فلو اختلف الدين يعني ارتد ما حدش يورثه خلاص. طب ماله الطائل ده اللي سايبه ده؟ مين اللي ياخده؟ يبقى ده فيق لبيت مال المسلمين، ياخد حكم الفيق، واخد بالك؟ فيروح لبيت مال المسلمين. فلو واحد ارتد نحجر على ماله حتى نشوف هل هيتوب الى الله ويرجع للاسلام فيعود له ماله، ولا هيستمر على ردته الى ان يموت. فإن مات عاد ماله إلى بيت مال المسلمين، خدت بالك؟ يبقى ده نوع من الحجر برضه. الحجر على المرتد لحق مين؟ لحق المسلمين. ومنها الحجر على الراهن لحق المرتهن، زي ما قلنا لك ده حجر بقى إيه جزئي متعلق بالإيه؟ بال 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 بالرهن نفسه. يعني الشيء اللي أنت رهنته ملكك صحيح، لكن لا تتصرف فيه، محجور عليك من التصرف فيه لحين سداد دينك للايه؟ للمرتهن. فده نوع ايضا من الحجر. هنيجي نشوف بقى تصرفات هذه الاصناف اللي هي محجور عليها. افرض تصرف، يقول وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح. افرض الصبي باع ارضه وهو صبي، عقد بيع باطل غير صحيح، لا ينعقد، واضح؟ وكذا المجنون. يبقى التصرفات بتاعة الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. وإن كان في الصبي، إن كان مميزا تصح منه عبادته، ولكن لا يصح منه تصرفاته المالية، لكن عبادته تصح، ممكن يصلي بالناس الجمعة ويخطب الناس الجمعة كمان وصلاته تبقى صحيحة ويبقى صبي. وممكن كمان الصبي يصح منه الإذن للضيف إنه يدخل الدار أو إنه يأكل الطعام، واخد بالك؟ أما تقول لابنك قول لهم يتفضلوا يأكلوا، هو يعني هو يملك الطعام ده ولا أنت اللي تملكه؟ لكن بإذنك أنت يقول لهم يتفضلوا، فيصح منه هذا. أو إيصال الهدية أو الهبة، يوصلها فقط لكن لا ينشئها، واضح؟ وتصرف الصبي والمجنون والسفيه غير صحيح، فلا يصح منهم بيع ولا شراء ولا هبة ولا غيرها من التصرفات. وأما السفيه، السفيه بقى لا تصح تصرفاته المالية لكن تصح تصرفاته التانية. هو سفيه صحيح مبذر في المال، ينزل يشتري الحاجة بجنيه يجيبها بعشرين جنيه وبثلاثين جنيه، ده السفيه ما يتصرفش في ماله، لكن
ممكن يروح يزوج نفسه، ممكن يطلق مراته. فهمت ازاي؟ تصرفاته تنعقد بيها. وعلى شكل اما السفيه فيصح نكاحه باذن وليه، وتصرف المفلس اللي هو المحجور عليه بفلس بقى يصح في ذمته. المفلس اللي محجور عليه علشان الغرماء ليه ان هو يتصرف، ولكن تصرفات تكون في ذمته بعد قضاء دينه. واضح؟ كأن يعقد صفقات في الذمة في المستقبل. واضح؟ ده المفلس، لأن المفلس مش مجنون على فكرة، ده عاقل ممكن يتصرف كويس. لكن إيه؟ المجنون والسفيه تصرفاتهم فيها خلل، لكن المفلس فلس بس، لكن هو بني آدم في كمال عقله فيدرك، وبالتالي تصح تصرفاته، لكن مش في المال المحجور عليه لصالح الورثة لصالح الغرماء، لا، يصح في غير ذلك. واضح؟ يعني في ذمته ممكن. عشان كده بيقول لك وتصرف المفلس يعني المحجور عليه بفلس. خد بالك ان فيه المفلس ده نوعين، مفلس مهمل ومفلس غير مهمل في الشرع يسموه كده. المفلس المهمل اللي فيه حكم قضائي بانه مفلس، فده محجور عليه بحكم القضاء يسموه مفلس غير مهمل، وده الكلام عليه على فكرة، هو ده اللي يحجر عليه مطلقا. لكن في مفلس غير مفلس مهمل، ما حدش رفع عليه قضية ولا القاضي حكم عليه، فده يصح تصرفه مطلقا حتى في ماله اللي تحت ايده. واضح؟ يبقى لما بيتكلم هنا بيتكلم على المفلس غير المهمل، هنا هو في الصورة دي تصرفات المفلس غير المهمل. يعني غير المهمل يعني ايه؟ يعني الذي لم يحكم عليه قاضي. واضح؟ لأنه ممكن تلاقي واحد ماشي في الشارع كده عليه ديون على العربية بتاعته، وعليه ديون على الشقة اللي ساكن فيها، وعليه ديون لمراته ما ادهاش بقية مهرها، والديون راكباه، وكل ما يملكه ما يوفيش هذا كله، فده مفلس، لكنه تصرفاته صحيحة لأنه ده مفلس مهمل ما حدش رافع عليه قضية. فهمت بقى ازاي؟ لكن لما يجي ترفع عليه قضية خلاص بقى الحربية اللي راكبها ما يعرفش يبيعها، بيته اللي ساكن فيه إلا كله بإذن القاضي، ويشوف الغرماء فين ويديله. يبقى في المفلس مهمل ومفلس غير مهمل. المفلس الغير مهمل اللي احنا بنتكلم عليه ده ان تصرفاته تكون في ذمته، انما تصرفاته العاجلة الان دي ما يعرفش يتصرف فيه. واضح؟ لانه في قاضي يمنعه، ده لما يبقى في دولة، انما الوقت الله اعلم في قاضي اصلا ولا ما فيش، فربنا يسلمنا. وتصرف المفلس يعني المحجور عليه بسفه، بين قوسين المفلس غير المهمل، كل ده عشان تبقى فاهم معنى الكلام ايه، مش اي مفلس. والا لو قلنا تصرف المفلس لا يصح مطلقا يبقى طلعنا نص الشعب المصري او ثلاث ارباع الشعب المصري تصرفاته، لان معظمهم ماشيين مفلسين. امال الثوره قامت ليه؟ بسبب الفقر والفلس. شو فهمت بقى؟ لكن احنا نقصد ان المفلس ايه اللي في باب السفه في باب الحجر اللي محكوم عليه بحكم قضائي. فهمت؟ وتصرف المفلس يصح في ذمته، فلو باع سلما طعاما او غيره، يعني مثلا قال للواحد اديني، هو تاجر بس مفلس، قال للواحد اديني 1000 جنيه وهجيب لك بيهم قمح بعد شهر، او ده عقد سلم يصح ويبقى في ذمته، وبعد شهر لازم يجيب له البضاعة ويستلم منه المال. طب بعد شهر ما جابلوش البضاعة، انضم الراجل ده تبع الغرماء بقى، يخش في صف الغرماء. فهمت؟ فيبقى ناخد بالنا، فلو باع سلما طعاما او غيره، يعني طعاما دي المثال بتاع القمح، غيره هيجيب لك سيارة، هيجيب لك لابتوب، هيجيب لك ايه شحنة موبايلات، اي حاجة غير الطعام، واتفق معاه على السعر وقال له اديني السعر وهسلمها لك بعد شهر، واتفقوا على المواصفات،
جاء بعد شهر ما سلمش، ينعقد هذا وتبقى في ذمته، ما سلمش يخش الطرف الآخر في زمرة الغرماء. يبقى فلو باع سلما طعاما أو غيره، أو اشترى كلا منهما، كلا منهما تعود على الطعام أو غيره، يعني اشترى طعاما أو غيره، كلا منهما هنا تعود على إيه؟ على الطعام أو غيره. أو اشترى كلا منهما بثمن في ذمته صح دون تصرفي في أعيان ماله، لأن أعيان ماله، عين ماله اللي في إيده، اللي تحت إيده ده، هو ده تعين لأجل صالح الغرماء فما يتصرفش فيه، لكن ذمته لسه، ده في المستقبل، فالحجر ما يجيش على الذمة، ده بيجي على المتعين في يده، ولكن لا يأتي على ذمته، وذمته يعني ما يعد به، واخد بالك؟ دون تصرفه في أعيان ماله، يعني ماله المتعين في يده، فلا يصح. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. طب نكاح هذا المفلس يتجوز، يجوز ابنه، يجوز بنته، ماشي، أو يطلق أو يقبل خلع أو شيء من كل ده جائز، كل دي تصرفاته ماشية فيها. وتصرفه في نكاح مثلا أو طلاق أو خلع صحيح. إنما المرأة المفلسة بقى هتخالع، وهتخالع يعني هتدفع مقابل، تدفع مقابل في ذمتها ماشي، لكن تدفع مقابل من المتعين معاها ما ينفعش. فهمت بقى؟ فهمت المرأة المفلسة؟ لأن احنا عارفين إن الخلع ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن فراق بعوض. هذا الفراق له توصيف، هل هو طلاق ولا فسخ؟ خلاف في المذاهب، واخد بالك؟ المهم فراق للزوجية مقابل عوض مالي، فلو كان العوض المالي في ذمتها صح، لأن الحجر لا يشمل الذمة، لكن لو كان في شيء في يدها وهي محجورة عليها بسبب ديون، يقول لك لا، ما ينفعش الخلع على شيء في يدها. واضح؟ نفس الحكاية. وأما المرأة المفلسة كذلك، افرض الراجل اللي هو المفلس ده عايز يتزوج، يديها مهر في حاجه متعينه في ايده، ما ينفعش، لكن يبقى المهر في ذمته، يمشي الزواج. فهمت؟ يقول لها بس لما تتيسر الحال واسدد ديوني هبقى اديك مهر 100,000 جنيه، يبقى حلنا وكلام، طق حنك، واخد بالك؟ يصح هذا، وتبقى في ذمته. لكن قال لها خدي الشقة اللي موجودة في المقطم ومفتاحها، وهو أصلا مديون وما ينفعش. ليه؟ لأن دي موقوفة لصالح الغرماء. فهمت بقى المسألة؟ أنا عايزك تفهم الصور علشان تقدر بعد كده تعرف أنت تطبقها في أي حاجة بعد كده. وأما المرأة المفلسة فإن اختلعت على عين لم يصح، عين يعني شيء متعين لم يصح. ليه؟ لتعلق حق الغرماء بالمتعين، ادي العله. لم يصح ليه؟ تقوم تبقى عارف العله، لتعين حق الغرماء به هذا المتعين يعني. او دين في ذمتها صح، لو قليته في ذمتي ان شاء الله خلاص ذمتها واسعه، تسع هذا. طيب وتصرف المريض، تصرف المريض احنا قايلين مش اي مريض، المريض الذي اتصل مرضه بالوفاة، يبقى هنا مش مرض معين، ده مرض مخصوص، مش يجي له دور زكام نقول له اتحجر عليك، ولا مصدع شويه نقول له حجر، او عنده سكر بياخد انسولين كل يوم نقول له محجور عليك، لا. فهمت؟ يبقى لازم يكون مرض مخوف يعني يؤدي للوفاة وآل به الى الموت. طب افرض جاله مرض فعلا وقالوا له انت هتعمل عملية ونسبة النجاح فيها نادرة خالص، وايه، وقبل ما يدخل اوضه العمليات تصرف في اكتر من نص ماله، واضح؟ ودخل اوضه العمليات وطلع خف وما ماتش، ينعقد تصرفه، واضح؟ ينعقد تصرفه لو كان استغرق كل ماله. لكن لو طلع من اوضه العمليات الدكتور قال معلش عملنا اللي علينا والبقاء لله والراجل مات، يبقى تصرفه يوقف في حدود الثلث بس، فاهم؟ مراعاة لحق الورثة. فإن أجاز الورثة ما جراش حاجة.
فهمت بقى الحكاية؟ يبقى مش أي مرض هنا. يبقى وتصرف المريض يعني الذي اتصل مرضه بالموت، فإن شفي تبين صحة تصرفه. فيما زاد على الثلث موقوف على إجازة الورثة. فيما زاد عن الثلث موقوف على إجازة الورثة. فإن أجازوا الزائد على الثلث صح التصرف. وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران. طب افرضوا أجازوه هو مريض، لازم نسألهم بعد وفاته، لأن يمكن هم أجازوه مريض مكسوفين منه، أو كانوا ما يعرفوش أن هو سايب مال كتير، كانوا متصورين أن الراجل يعني كلام فارغ، عنده 5000 20000 100000 جنيه في البنك، إيه يعني، هم ناس بقى أسرة كبيرة، إيه يعني الراجل بيتصرف في حدود 100000 جنيه، ما جراش حاجة إحنا موافقين. وبعدين إيه، الراجل مات لقوا أن هو عنده 100 مليون، قالوا لا بقى إحنا ما كناش عارفين الحكاية كده. يبقى إيه ساعتها إيه العبرة بإجازتهم بعد الوفاة، ولا يعتبر بإجازتهم قبل الوفاة. واضح؟ لأن قد ربما يكونوا يجهلوا التركة، أو ربما يكون في هناك حرج أمامه مكسوفين منه فأجازوه عشان أبوهم ومكسوفين منه. لكن بعد ما يموت نرجع تاني نسألهم أنتم موافقين ولا مش موافقين؟ واضح؟ وإجازة الورثة وردهم حال المرض لا يعتبران. عرفت علة لا يعتبران ليه؟ طيب، فإن وإنما يعتبر ذلك من بعده، يعني من بعد الموت. من بعدنا أي من بعد موت المريض. وإذا أجاز الوارث ثم، طب افرض بقى أن أجاز الوارث بعد الوفاة، وبعدين قال إيه؟ إنما أجزت لظني أن المال قليل وقد بنى خلافه، صدق بيميني. يقول القاضي، يقول له طب احلف إنك أنت فعلا ما كنتش تعرف. فإن حلف صدق بيمينه وسحبت إجازته وياخد حقه. واضح؟ وتصرف العبد، العبد الذي لم يؤذن له في التجارة، احنا قلنا ده اللي هو إيه محجور عليه. طب افرض اتصرف وهو لم يؤذن له في التجارة، يكون في ذمته، يعني معنى كونه في ذمته يتبع به بعد عتقه. يعني لو تصرف العبد بغير إذن سيده يبقى هذا التصرف في ذمته، لو عتق يسدده. طب وقبل ما يعتق موقوف، تصرفه هذا موقوف غير نافذ مجرد وعد، فإذا عتق يبقى يصح. ومعنى كونه في ذمتي أنه يتبع به بعد عتقه إذا عتق. فإن أذن له السيد في التجارة صح تصرفه بحسب ذلك الإذن، يعني على حسب أذن له في أي تجارة، تجارة معينة بمال معين، يبقى في الحدود اللي قالها له، في الأماكن اللي قالها له، في نوع التجارة اللي قاله له، لكن ما يتوسعش أزيد من النوع اللي حددوا له سيده إلا بإذن سيده. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وهنقف كده على فصل في الصلح، والصلح اللي هو قطع المنازعة يعني، ده إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم بإذن الله. هل لديكم أسئلة في الباب؟ في الباب ده مش عايزين أسئلة عامة، أسئلة متعلقة بهذا الموضوع. أيوة، دي معاملات مالية. معمول بيها في مجتمعنا ده طبعا، والقضاء هو القانون بتاعنا، هو بيراعي الحاجات دي، قانون القائم يراعي الحاجات دي. هو مش في المجلس الحسبي عشان مال اليتيم والصبي بيمنع تصرف الولي في مال اليتيم إلا بإذن المجلس الحسبي؟ ما هو حجر اهو معمول طبعا. لو واحد أبوه جاله خرف وراجل كان من أصحاب المليارات وابتدى يهلك المال، ولاده بيرفعوا قضية إيه؟ حجر على أبوهم، ويجيب تقرير من الطبيب ويحكم القاضي بالحجر بسبب إيه؟ السفه. واحد جاله زهايمر وهو كان راجل أعمال كبير ويروح كل يوم الشركة يبوظ الشركة مش مدرك، بيعملوا إيه ولاده؟ يرفعوا عليه قضية حجر ويجيبوا شهود وشهادة طبية، خلاص يتحجر عليه.
مش كده برضه؟ معمول. ولا احنا بنحكي في الف ليله وليله؟ ما احنا ايه هو ده الوضع اللي احنا عايشين فيه. انت لما بيبقى عندك يعني واحد خد منك مال وعندك ما يثبت وتقول له تعالى اديني ما يدكش، بتعمل ايه؟ تروح للقاضي، القاضي بيحجر عليه لحد ما ايه؟ يسدد. يعني ده معمول بيه اللي احنا عايشين بيه. رأيه واحد مجنون وكان اصلا اصحاب الملايين واتجنن، بيجي يتعين واصي عليه من من ايه؟ من 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 اقاربه، والوصايه دي عليها رقابه قانونيه كمان، لان الواصي ممكن ياكل مال، مش كده برضه؟ فكل ده قائم. يعني مجتمعنا مجتمع مسلم، ما تخافش قبل ما الاخوان المسلمين يمسكوها. يعني زي يعني طول عمرنا قانوننا قانون قايم على الشرع الشريف. ايوه يا سيدي، بالذات في المعاملات الماليه والمعاملات الخاصه، دي قايم بالشرع الشريف 100%، والمعاملات التجاريه كل الحاجات دي. يلا. اذا كان المفلس ماله يساوي او يزيد عن ديونه، فالقاضي يقوم ببيع ماله، بيامره بالسداد، ما بيحجرش عليه، بيامره بالسداد ويعمل له جدول زمني. لا، ما هو القاضي مش هيبيع، ده هو ماله كتير، القاضي هيعمل له جدول زمني، سدد للناس دي في حدود كذا، والا هدخل انا اسدد لهم من وسط مالك. ما هو ده اللي بيحصل في القضاء، ان هو بيحكم يعني بيقوم بالبيع في ميزان علني. ده الكلام ده لما هو كمان في الاول ما ينفذ الحكم بالجدول الزمني، يعني بيدي له فتره زمنيه طالما ماله كتير، يقول له سدد ده وابتدي باولويات، ابتدي بده ثم ده ثم ده، ويحدد له القاضي. لا، ده بيوجهه بقى، لسه بيوجهه. مرت الفترة الزمنية وجوم اشتكوا تاني، ساعتها بيحجر على جزء من ماله يوازي قيمة الديون. يعني الراجل عنده أرض تساوي 1,000,000 جنيه، وعنده أراضي تانية كتيرة وأموال أخرى في البنوك، وهي ديونه كلها 1,000,000، ياخد الأرض أم 1,000,000 دي، يروح بايعها وموزع على بتاعه ويسيب له بيت مال. فهمت ازاي؟ والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت تستغفرك.